ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، معكم محمد السيد من ديترن الزاهلية. أهلا وسهلا أستاذ محمد، اتفضل. بقول لحضرتك دلوقتي بالنسبة للتعدي على الأراضي الزراعية، ده بدأ في إبان ثورة 25 يناير نعم 2011، لما الناس في غياب الدولة وفي غياب الحكومة وفي غياب الشرطة بدأت الناس تاخد إجراءات، لأن الناس برضه في تشدد وفي مشكلة عندهم، إن الراجل عنده أسر وعايز أولاد وعايز يبني ليهم، والدولة مش موفرة فرص تانية للناس تتنقل او التوسعات العمرانيه الجديده، فكل واحد عايز يبني لاولاده. أيوة. فكان القانون القديم مضيق على الناس ان هي تبني، فالناس استغلت الثوره واستغلت الخطا ان الداخليه مش موجوده واستغلت ان الامن مش موجود، فبدا كل واحد يبني بيت لاسرته والكلام ده كله. فكان الدوله لازم تحل المشكله دي، ان هي تنقل الناس دي لبره للاراضي الصحراويه زي ما قلت لحضرتك، لان انا كتير برضو من اللقاءات اتكلمت ان احنا من المحافظات المغلقه، المحافظه اللي مالهاش ظهير صحراوي، فالناس هتروح فين؟ كل واحد عايز يبني لاسرته. الناس بتقول لك انا حوطت على حته ارض زراعيه كده وبعد سنه واثنين ابني عايز يتجوز وهيكبر ابدا اعمل له شقه والكلام ده كله. وغياب الزراعه، وزاره الزراعه نفسها، وزاره الزراعه بتتعامل مع الناس ب 100 مكيال، يعني واحد معاه قرار براءه من الزراعه عاملين له قضيه، وفي ناس ثانيه راح بانيه في قلب الاراضي، يعني معاه براءه لانه باني في حكم الكتله السكنيه. وفي ناس ثانيه بنيت على الطريق وبنيت في عمارات وبنيت فيلا، وفي النهايه ما فيش حد بيتكلمهم. ليه؟ لان المسؤولين خايفين يواجهوا الناس. احنا نبدا نقنن الاراضي دي ونخلي الناس تدفع عليها ضرائب، اللي هي الاراضي المبنيه في الاراضي الزراعيه دي، ونستفيد بالفلوس دي نبدا نعمر في الصحراء ونبدا نشتغل في الصحراء والكلام ده كله. طيب. بدل ما نعمل ازالات وهدم واللي بيحصل النهارده ده. انا بشكر حضرتك يا فندم، وجهه نظرك اصبحت واضحه، بشكر حضرتك جدا.